إذن عدنا إليكم من جديد مشاهدينا. وكوفيد 19 لم يستطع العالم حتى الآن أن يؤكد تأثيرات فيروس كورونا التي تؤدي بحياة شاب يتمتع بصحة جيدة بينما يتغلب عليه مسن يشكو من أمراض مزمنة. وقد نشرت دراسة علمية توضح أسباب تهديد كورونا لحياة البعض دون الآخرين. لنعرف أكثر عن هذا الموضوع نستضيف معنا الدكتور حمدي مبارك الباحث في علم الوراثة الجزئية والجينوم. دكتور حمدي صباح النور. صباح الخير، شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا، شرفتنا دكتور. في البداية أخبرنا عن برنامج قطر جينوم وعن مشاركتكم في هذه الدراسة. برنامج قطر جينوم هو من برامج مؤسسة قطر الرائدة عالميا، والذي يهدف لدراسة التسلسل الجيني للسكان على نطاق واسع. ومشاركتنا في هذه الدراسة تأتي في إطار تعزيز الجهود الدولية البحثية للكشف عن هذا سر التفاوت في الإصابة بكوفيد 19، ومن خلاله إذا فهمنا كيفية عمل هذا الفيروس وكيفية تأثير هذا الفيروس على الأشخاص بصفة متفاوتة يمكن أن نسرع في إيجاد العلاجات السريعة والناجعة. جميل، هذا حاجة إيجابية جدا. إذا نحن بحسب الدراسة شفنا لماذا يوجد تباين بين خطورة الحالتين المذكورتين، يعني شاب يتمتع بصحة جيدة وعجوز أو مسن مريض بعكس السيناريوهات المتوقعة. هذه الدراسة وضح لنا أكثر هذا التباين اللي وصلتوا له فيه. نعم، هو من الواضح كون العمر والجنس والحالة الصحية للشخص تلعب دورا مهم جدا في خطر الإصابة بكوفيد أو شدة الإصابة بكوفيد. لذلك نحن كمتخصصين في علم الوراثة نعتقد أنه يمكن تفسير بعض الاختلاف في الإصابة بالأعراض بكوفيد 19، يمكن تفسير بعض هذا الاختلاف من خلال التباين الطبيعي في الشفرة الوراثية بين الأشخاص، لأنه كما تعرفون نحن 99.99% متشابهون في الحمض النووي في التسلسل الجيني، لكن هذا 0.1% يجعلنا مختلفون في الأعراض في السمات وفي خطر الإصابة بالأمراض. فنحن نبحث على هذا 0.1%، ماذا يجعل الشاب صغير معناتها يصيب بشدة بهذا المرض وإنسان متقدم في العمر ويمكن أن ينجو أو يمكن أن يصيب بكوفيد 19 بدون أعراض. وهذا يفتح لنا باب جديد دكتور حمدي عن فكرة أنه كيف يمكن أنه نفهم هذا الفيروس تحديدا، لأنه كل شيء فيه فيروس مستجد وكل شيء فيه يكون جديد. يعني بحسب علماء الوراثة ما هو الدور اللي تلعبه الشفرة الوراثية للأشخاص بشدة تأثرهم بالمرض؟ صحيح، احنا في هذه الدراسة قمنا بمقارنة الشفرة الوراثية او التسلسل الجيني للدي ان اي بين اشخاص مصابين بالفيروس واشخاص غير مصابين بالفيروس. هذه المقارنة هي التي باش تفهمنا شنو الفارق ما بين انسان يصاب بالفيروس ويوصل حتى الحالات المتقدمة وانسان لا يصاب بالفيروس. فتمكنا من جمع عينات من التسلسل الوراثي لاكثر من 1,000,000 شخص حوالي العالم من مختلف دول العالم. وفي هذه الدراسة معناتها تمكنا الحمد لله من إيجاد منطقة معينة في الجينوم في كروموزوم معين في الجينوم لها علاقة وطيدة بخطر الإصابة بكوفيد 19. طيب ممكن التوضيح أكثر دكتور؟ خلينا نفهم أكثر معاك الفكرة، هي علمية بشكل كبير، ولكن خلينا نفهم أكثر كيف يتم تحديد الجينوم والشفرة الوراثية؟ احنا كما حكيت لك قابلنا معناتها عملنا دراسة عالمية واسعة فيها أكثر من عديد الدول، أكثر من 20 دراسة لحد الآن شاركت فعليا من خلال تحليل الشفرة الوراثية للدي ان اي ما بين أشخاص مصابين وأشخاص غير مصابين. وجدنا كون الاختلاف هذايا مثلا في منطقة معينة بالتحديد تحمل 6 جينات في الجينوم. هذه الستة جينات من خلال الاستنتاجات الأولية لوظائف هذه الجينات، لأنه كل جين في الجينوم نتاعنا عنده وظيفة معينة.
الاستنتاجات الاوليه لوظائف هذه الجينات عندها علاقه بمختلف مراحل المرض. تنجم تكون بخطر الاصابه بفيروس، تنجم تكون شنو يعمل الفيروس في جسم الانسان، كيف يتصرف الفيروس، ما هي الخلايا التي يصيبها الفيروس في جسم الانسان. فهذه نتيجه مهمه للغايه، لانه معناتها باش نفهموا الفيروس كيفاش يخدم. كما حكيت هذا فيروس مستجد وهذا مرض جديد، باش نفهموه كيفاش لازمنا نفسروا ونفهموا الفيزيولوجيا نتاع الفيروس في جسم الانسان. فتوجدنا هذه الستة جينات، والان نعمل جاهدا باش نعرفوا المتغير الجيني المسؤول على خطر الإصابة بكوفيد 19، لأنه هذه الجينات فيها عديد المتغيرات الجينية تختلف من شخص إلى آخر. إذا عرفنا المتغير الجيني المسؤول على خطر الإصابة، نجم حاجتين نقدموا بهم في العلم في هذا المجال. الأول حاجة كنا نحميو الأشخاص اللي حاملين لهذا المتغير الجيني، نحميهم من الإصابة بكوفيد 19 قبل ما يصيبوا به. فهذا يوفر علينا كثير من الرعايه الصحيه، ويوفر علينا كثير من الناس تدخل المستشفيات وتدخل العنايه المركزه. وثانيا معناتها من الناحيه العلميه البحثه، من ناحيه البحث العلمي، هذا باش يفسر لنا كيفاش الفيروس هذا يشتغل، باش نجموا نلقاو علاجات وبنجموا نطوروا العلاجات نتاع الفاكسان، العلاجات نتاع الدويات. فهذا مهم جدا كون نفهموا البحث العلمي. وهذاك علاش الناس الكل في العالم توا مخابر البحث تعمل معناتها ليلا نهارا لفهم هذا الفيروس وكيفيه عمله. طيب دكتور حمدي، سؤال عنا من مشاهد على الواتساب يقول: هل فكره التغير يعني الاختلاف الجيني او الاختلاف بالنسبه الى الشفرات الوراثيه عنده علاقه بانتشار المرض في اماكن معينه تختلف؟ يعني مثلا انتشاره في امريكا وامريكا اللاتينيه مختلف عن انتشاره في افريقيا او في البلدان العربيه، هل نوعا ما هذا يفسر فكره الانتشار من عدمها؟ شوف، هو اليوم فما لحد اليوم فما اكثر من 15 مليون مصاب بكوفيد 19 في مختلف انحاء العالم. ما فماش منطقه في العالم غير محميه من هذا الاصابه بالفيروس. لذلك الدراسات يجب ان تكون معناتها دراسات عامه ومتنوعه، لازم تكون شامله لمختلف الدول. ما يجيش نعملوا دراسات في امريكا اللاتينيه ولا في اوروبا ولا في امريكا الشماليه وما نعملوش دراسات في المنطقه العربيه او في اسيا او في بعض المجتمعات. ولهنا الدور نتاع قطر جينوم، لانه قطر جينوم هنا يمثل عديد المجتمعات، عديد الشعوب اللي ما زالت للاسف نقولها ما زالت غير ممثله في هذه النوع من الدراسات. فالتسلسل الجيني للفيروس مهم دراسته باش نعرفوا كيفية انتشار الفيروس وما هي سلالات الفيروس المنتشرة، والتسلسل الجيني للأشخاص المصابين بالفيروس مهم جدا كذلك باش نعرفوا المتغيرات الجينية، لأنه تركيبة المجتمعات التركيبة الوراثية للمجتمعات، الخلفية الوراثية للمجتمعات تختلف من قارة إلى أخرى، من بلد إلى آخر. فمهم جدا دراسة جميع المجتمعات، جميع الشعوب، باش تكون عندنا فكرة شاملة، وباش حتى كي نطوروا الدويات وكي نطوروا الفاكسان يكون الفاكسان هذا متاح للناس الكل، مش فئه معينه ومعناتها وفئه اخرى ما عندهاش الفاكسان هذايا، ولا ما يمشيش عليها الفاكسان، ولا ما يمشيش معاها الدواء. فمهم جدا الابحاث العلميه، ومهم جدا ما نقوم به الان معناتها لدراسه هذا التنوع الجيني. طيب دكتور حمدي، معناها تعرف انه كلنا هكا انه يعني في حاله ترقب كبيره جدا الى حين اكتشاف اللقاح، وسمعنا عده جامعات او عده مختبرات تحدثت على نتائجها الأولية يعني والتجارب الأخيرة يمكن في إنتاج اللقاحات. هل المشروع وهل قطر جينوم بالدراسة اللي قمت بها تساعد في التسريع في وجود لقاح؟ احنا نبحثوا من الناحيه الجينيه، من ناحيه المتغيرات الجينيه اللي هي باش تساعدنا في ايجاد اولا الدواء لانه يكون بطريقه سريعه قبل اللقاح، وثانيا باش اللقاحات المعتمده اليوم هي لقاحات غير تقليديه. وكنت تحدثت سابقا معاكم على اللقاحات هذه، لقاحات غير تقليديه ايش معناتها؟ معناتها تعتمد على الماده الوراثيه، تعتمد على الهندسه الوراثيه. فمعرفه التركيبه الوراثيه ومعرفه المتغيرات الجينيه بطبيعه باش يساعدنا في التسريع. وكما تفضلت سيادتك معناتها اليومين الاخرين فما اربع دراسات من اربع مخابر مختلفه في دول العالم نشرت النتائج الاوليه نتاعها، والنتائج الاوليه نتاعها معناتها نتائج مبشره جدا. وجربوها على جربوا اللقاحات اللي عملوهم على الاشخاص، والاشخاص هذوما عملوا الجهاز المناعي نتاعهم
اعمل معناتها رياكشن، اعمل استجاب للقاح هذايا، وبحول الله معناتها في الطريق الصحيح، والابحاث متقدمه كما حكيت معناتها الناس تخدم الليل ونهار على الموضوع هذايا، واحنا كباحثين زاد مختصين في علم الوراثه نخدموا عليه، والشيء اللي قاعد يصير راهو في 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 اجيال عاديه وفي اوقات عاديه ياخذ سنوات. الحمد لله معناتها تكاثف وجهود الناس الكل قاعدين نوصل لنتائج باهره في 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 ظرف اشهر. يعني يمكن ان شاء الله المستقبل اخر السنه قريب ان شاء الله ينقاو الدواء، يعني مع اخر السنه ان شاء الله نكون وصلنا الى حل ان شاء الله نتمنى. ان شاء الله حل من ناحيه اللقاح معناتها بصفه موضوعيه وبكل معناتها امانه. من ناحيه اللقاح راهو اللقاح يلزم ياخذ وقت، لانه اللقاح مش الفائده تلقى اللقاح، يلزم يكون سالم، يلزم يكون عنده نجاعه اول حاجه، يلزم يكون امن كي تعطيه للاشخاص وما يكونش عنده مضاعفات، والثالث حاجه وهي الاهم زاده معناتها هذه جائحه العالم كله تمس منها، كي تعمل لقاح اللقاح لازم يكون متوفر للناس الكل، صحيح ولا مش في دوله معينه او لابو معين او يكون ثمن بعض. فتصنيع اللقاح بملايين الجرعات او بلايين الجرعات، تصنيع اللقاح يتطلب شويه وقت. فان شاء الله انا عندي امل كون نوصلوا للدواء، نوصلوا للانتي معناتها مضاد للفيروس قبل ما نوصلوا للقاح، لانه اللقاح حيكون معناتها بعدين باش احنا تو نحبوا نداويوا الناس اللي مرضى بالفيروس، ونحبوا نحميهم من خطر الاصابه بفيروس مره اخرى. واللقاح ان شاء الله معناتها في نتصور في العام الجاي اللقاح مش قبل سنه، اما ممكن سنه ان شاء الله نوصلوا للدواء، سواء دواء جديد والا دواء نعاودوا نستعملوا الاستعمال نتاعو او ما يسمى دراج ريبوزيشنينغ، باش نجموا اذا فهمنا الفيروس كيفاش يخدم، لانه كما حكينا من الاول الفيروس جديد وقاعدين نتغلبوا عليه معناتها على ماذا عندنا وماذا عنده باش نجموا نفهموه. على امل ان شاء الله دكتور، يعني بالناس اللي كيفك اللي موجودين، بالباحثين اللي موجودين وقاعدين يسعوا دائما الى ايجاد الحلول، ان شاء الله اكيد نلقاو حل للبشريه جماعه. دكتور حمدي مبارك الباحث في علم الوراثه الجزئيه والجينوم، شكرا لك، حدثتنا مباشره من قطر، يعيشك دكتور.